أنا تقاعدت من وزارة التربية والتعليم، لكن ما تقاعدت عن العطاء. من صغري عندي عشق لمهنة حياكة الصوف، التطريز، شكل خرز، أي شغل أو حرف يدوية تعلمتهم من جدتي ومن والدتي ومن أقاربي الموجودين. كل ما كنت أتقدم في العمر كل ما كنت أتقن الحرفة أكثر وأطور فيها. التحقت في دورة المالكات المشاريع، دربونا على كيف دراسة المشروع. الحمد لله إن إيش استفدت كثير من هاي الدورة، إن عملت دراسة جدوى لمشروعي، وبالإضافة إنه حصلت على منحة ساعدت على أن أحصل على المواد الخام كونها غالية الثمن. بديت شغلي الخاص من بيتي اللي هو شغل إحياء التراث، زي عمل البسط، زي حياكة الصوف، التطريز، شكل خرز، أي شغل أو حرف يدوية. هاي مسؤولية كبيرة، هاي المهنة اللي أنا تعلمتها لازم أنقلها للجيل اللي بعدي. ساعدت مجموعة كبيرة من سيدات المنطقة اللي فيها فرص العمل قليلة، وصارت مهنة لهم ويسترزقوا منها، يدخلوا عليهم دخل مادي يساعدوا أسرهم.